النميمة كما معلوم هو نقل الكلام بقصد الإفساد. لو ناقل واحد قال أنا جلس من فلان يذكرك بالخير، نقلت له، هذا ليس نميمة. أو جلس مع واحد فلان يقول أن بينك وبينه قرابة، أنتم من عائلة واحدة، أليس نميمة؟ أو يقول أنه زميل لأخيك، أليس نميمة؟ لكن إذا نقل الكلام بقصد الإفساد هذا خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. وقيل في النمام أنه يفسد في يوم ما لا يفسد الساحر في سنة، شوف يعني حتى للتنفير منه. فكم موقع من الطلاق بسبب النميمة، من تفرقة الشركاء، الأخوة، الجيران، الأحباب، المشايخ، طلبة العلم بسبب النميمة، نقل الكلام للإفساد. هذا خطير جدا، فهو من الكبائر. وذاك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني ماذا أراد بالقبرين؟ صاحبي القبرين، صح؟ مش القبر نفسه، اللي في القبر هو الذي يعذب. قال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل أنه كبير. قيل المعنى وما يعذبان في كبير يعني في نظر الناس أنه ليس بكبير، قال بلى كبير. أو أنه كبير اجتنابه، أو ليس عفوا ليس كبير باجتنابه، كان بإمكان واحد يجتنبه لكن مع ذلك ما اجتنبوه. فكان يعذبان إيش، أو كان معذبين في قبرهما بسببين اثنين، ما هما؟ قال أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، يعني ينتقل بين الناس ينقل كلام هذا لهذا حتى يفسد بينهم. وفي لفظ الحديث بالغيبة، كان يمشي بالغيبة وهو ذكرك أخاك بما يكره، وهذه آفة عظيمة عمت وطمت كما قال شيخ الثمين قل من يسلم منها، والله المستعان. ذكر الناس بما يكرهون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرسهما في القبرين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وظاهر الحديث أنه من المسلمين يعذب أحد من النميم والآخر لا يستبرئ من بوله، أي لا يتحرز من رشاش البول فيصيب ثوبه فتفسد طهارته فتبطل صلاته، شوف الأمر خطير. لكن المقصود إيش؟ هل هذان مسلمان أو كافران؟ ظاهر منهم أنهما مسلمان. لماذا؟ لأن لو كان كافرين لعذب بالكفر مش بالغيبة والنميمة والغيبة والاستبراء من البول. فالأمر خطير جدا. فلذلك النميمة هي نوع من السحر، من أي ناحية، من أي باب، تفعل بالناس من التفريق ما يفعله السحرة، يفرقون بين المرء وزوجه. نعم.